القرار الإقليمي، كما أننا نسعى دائما للشراكة في إقرار الأمور الإنسانية ودحر داعش. وفي لقاءاتي أثناء مؤتمر القمة الإسلامية الأمريكية كنا نتحدث عن مثل هذه الجماعات التي تهاجم الحضارة الإنسانية. إن كل الدول المسؤولة عليها أن تعمل لطرد هذه المجموعات من أراضيهم وإيقاف تمويلهم ومحاربة فكرهم. وأنا هنا أهنئ الكويت على سعيها في هذا الاتجاه، وأنها تتشارك بقدر كبير في مكافحة الإرهاب في هذه المنطقة. على كل دولة أن تقرر أن مستقبل أطفالها هل هو مستقبل عنيف أو مستقبل مليء بالسلم. كما أدين النظام الإيراني الذي يدعم النظم الإرهابية والنظم الراديكالية. إن العلاقات بيننا كانت قوية، فالFBI والحكومة الكويتية تتشاركان في مكافحة الإرهاب، ونحن نطور الاستثمارات الكويتية في الولايات المتحدة لأنهم يستثمرون بشكل كبير في بلدنا ولديهم ثقة كبيرة في اقتصادنا.